بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يشرحه صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث في بيان صراط الذين غضب الله عليهم والضالين، في ذكر أنهم اليهود والنصارى ومن اتصف بصفاتهم. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وعقدا للشبه بينهم وبين من شابههم من هذه الأمة قال: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في أهل الكتاب. الشيخ رحمه الله يتكلم عن اليهود والنصارى وعن اليهود بالذات، لأنهم أهل تعنت وأهل عناد وأهل بغض للذين آمنوا. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم مثل عبدة الأوثان في عداوة التوحيد وعداوة المؤمنين، مع أنهم أهل كتاب وأهل علم، وعبدة الأصنام أهل جهل، فهم شابهوا الجهال والعياذ بالله وألغوا العلم الذي معهم، فلذلك صاروا مغضوبا عليهم، بل إن الله لعنهم. وذكر الآيتين، الآية الأولى قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذه الآية في اليهود، فإنهم كانوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون بعثته ويعلمون من هو هذا الرسول الذي سيأتي، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا صار بينهم وبين المشركين، بين الذين كفروا من الأوس والخزرج، لأنهم كانوا يجاورونهم في المدينة، فإذا صار بينهم خصومة أو اختلاف، فإنهم يهددون هؤلاء الكفار، يهددونهم في أنه سيبعث نبي
قريب خروجه وسينضمون إليه فيقاتلون هؤلاء الكفار، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بهذا النبي ويقولون إنه سيبعث عن قريب ونكون معه فنقاتلكم. فلما جاءهم ما عرفوا، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه من قبل حسدوه وكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الله جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين، لعنهم كما أنه غضب عليهم لأنهم خالفوا الحق عن معرفة وعن علم، وحملهم على ذلك الكبر والحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. إذن فاليهود مغضوب عليهم وملعونون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسجل الله عليهم الكفر، فلعنة الله على الكافرين، فدل على أن أهل الكتاب الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، وأنهم أشد كفرا من عبدة الأوثان ومن الأميين، لأن عندهم الكتاب والمعرفة فهم عصوا الله على بصيرة، فاستحقوا هذا الغضب وهذه اللعنة، وسجل الله عليهم الكفر. وفي هذا رد على الذين ينادون الآن بأن الأديان كلها صحيحة، وأنه لا إنكار على اليهود ولا إنكار على النصارى، وأنه يجب أن تجتمع الأديان الثلاثة، يعني يريدون الجمع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، وهذا لن يكون أبدا، فإنه لا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدين الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أبى أن يطيع هذا الرسول ويتبعه فهو من الكافرين، وهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من الأميين أو من العرب أو من العجم أو من أي جنس كان. هذه الآية الأولى. ومن لطائف حكمة الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين كانوا يهددونهم ببعثة محمد وأنهم سيتبعونه ويقاتلونهم، هم الذين من الله عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج رضي الله عنهم. لما قدموا إلى مكة حاجين، وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الدعوة ويعرض عليهم الدخول في الإسلام، قالوا: إن هذا الرجل لهو الذي تتهددكم به اليهود، فبادروه قبل أن يسبقوكم إليه. فآمنوا به وبايعوه وصاروا هم أتباعه على الحقيقة، وقاتلوا اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما خانوا العهد قاتلوهم حتى أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأورث الله المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطأوها. نعم. والآية الثانية قال: وإذا قيل لهم، أي لليهود، آمنوا بما أنزل الله، أي اتبعوا ما، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله والقرآن، بما أنزل الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوه، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، يعني لا نقبل إلا ما عندنا ولا نقبل ما عند غيرنا. وهذا تعصب ممقوت، فإن الحق يقبل ممن جاء به، والحق ضالة المؤمن،
لا سيما وأن الذي هم عليه إما أنه مبدل ومغير، وإما أنه منسوخ بالقرآن لا عمل عليه، ومع هذا يقولون نؤمن بما أنزل علينا وكذبوا في ذلك، لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل عليهم يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهم كذبوا في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأن في الذي أنزل عليهم هو التوراة والإنجيل البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فدل على أنهم لم يؤمنوا حتى بما أنزل ولا بما ادعوا أنهم يؤمنون به، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني غيره من الكتب، وهو الحق، والواجب أن الحق يقبل مما أينما وجد، سواء كان في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن. المؤمن يدور، المؤمن الصادق يدور مع الحق أينما وجده أخذه، فهؤلاء لا يريدون الحق وإنما يريدون اتباع أهوائهم، وهو الحق مصدقا لما معهم. القرآن يصدق الكتب التي معهم ويوافقها، فكيف يكفرون بالقرآن مع أن القرآن جاء مصدقا لما سبقه من الكتب ومهيمنا عليها، وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى فضحهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، كيف يؤمنون بما أنزل عليهم وهم يقتلون الأنبياء؟ هل الذي يؤمن بالأنبياء يقتلهم؟ كلا. فالله جل وعلا عيرهم بذلك، قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين، فقد قتلوا يحيى وقد قتلوا زكريا وقتلوا ابنه يحيى وأرادوا قتل عيسى فمنعه الله منهم، وأرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم فحماه الله منهم، فهم يقتلون الأنبياء مع أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، فهم كاذبون في ذلك. نعم. قال رحمه الله في هذه الصفة: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو منتسبين إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. هذا من فقه الشيخ رحمه الله، فإنه أراد أن يبين أن هذه الآيات ليست خاصة باليهود، بل هي عامة لكل من اتصف بصفتهم وعمل مثل عملهم من المتعصبة في هذه الأمة. نعم. الذين يتعصبون لإمام من أئمتهم، أو يتعصبون لرأي أو لمنهج من مناهجهم ولو كان يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود. فكل من تعصب لمذهب أو تعصب لقول من الأقوال أو تعصب لإمام من الأئمة غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فيه شبها من اليهود. الواجب على المؤمن أن يتبع الحق وأن يترك الباطل ولا يتعصب له أبدا، هذا هو الإيمان. نعم. قال: ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تتمة للكلام، يقول يتعصبون مع أنهم لا يعرفون ما تعصبوا له، وهذا في المقلدين تقليد الأعمى الذين لا ينظرون في قول إمامهم
أو قول عالمهم أو قول طائفتهم لا ينظرون فيه ويتفحصونه ويعرضونه على الكتاب والسنة، فإن كان صوابا أخذوه وإن كان خطأ تركوه، هذا هو الواجب عليهم. والأئمة ليسوا معصومين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هناك أحد في الأمة في الناس يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنه يتبع فيما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وفيما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وأما ما خالف الرسول من الآراء والمذاهب والأقوال فإنها مرفوضة رفضا تاما، قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والأئمة الذين يقلدونهم ينهون عن ذلك، ينهون عن تقليدهم على الخطأ. فالإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني ما نأخذ أقوال غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير صحابته حتى نعرضه على الدليل، ولو كان من التابعين، ولو كان من التابعين فمن دونهم يعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن كان صوابا أخذ به وإلا فإنه يرد. هذا قول الإمام أبي حنيفة. والإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يخطي وإن كان مجتهدا وإن كان مأجورا على اجتهاده، لكن إذا أخطأ فإنه لا يؤخذ الخطأ بل يترك إلى الصواب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السياق في الرسول عليه الصلاة والسلام. يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة زيغ في القلوب أو عذاب أليم في الدنيا والآخرة بما يحل بهم من النكبات والمصائب. فالذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا ويتعصب لرأي المخالفين فهذا يتوقع إحدى هاتين العقوبتين: إما الزيغ في قلبه، وإما العقوبة في نفسه وماله. ولهذا قال رحمه الله: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا تمام كلام الإمام أحمد رحمه الله. هذه أقوال الأئمة يحذرون من اتباعهم من غير معرفة أقوالهم وموافقتها للدليل، وأنها إذا كانت مخالفة للدليل فإنها ترد، لأنهم غير معصومين. يجوز عليهم الخطأ والصواب، والحكم في هذا هو الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمؤمن يدور مع الحق أينما دار، سواء كان مع إمامه أو مع غير إمامه. ولهذا كان شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذريته وأتباعهم من أئمة الدعوة لا يتعصبون لمذهب الحنابلة، مع أنهم حنابلة، لكن إذا كان في المسألة دليل عند غيرهم فإنهم يأخذون بما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الآخرين، ويتركون الخطأ إذا وقع في مذهبهم، لأنهم لا يتعصبون لمذهب الإمام أحمد، وإنما يريدون الحق
مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى في صفة المغضوب عليهم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. فأما من صفات المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن اتصف بصفتهم وسار على نهجهم، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله عز وجل. والتحريف على قسمين: تحريف لللفظ بأن يزاد فيه أو ينقص، لأنهم لما قال لهم الله جل وعلا: وقولوا حطة، قالوا حنطة. قولوا حطة يعني اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا، طلب منهم الاستغفار. فهم غيروا وحرفوا كلام الله وقالوا حبة في حنطة، يعني يريدون الأكل بدل الاستغفار، قالوا حبة في حنطة، فزادوا النون في كلام الله عز وجل. هذا تحريف اللفظ. تحريف المعنى أن يبقوا اللفظ على ما هو عليه، لكن يفسرونه بغير تفسيره. يفسرونه بغير تفسيره، مثل تفسير الجهمية لآيات الأسماء والصفات، أنهم يؤولونها ويفسرونها بغير معناها الصحيح. فهذا من تحريف اللفظ، مثل تفسيرهم الوجه بأنه الذات، واليد بأنها النعمة، وتفسير الرحمة بأنها النعمة أو إرادة الإنعام، إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. نعم. قال: فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. تحريف التأويل كثير جدا في اليهود وفي هذه الأمة، وأكثر من تحريف اللفظ. عندنا تحريف اللفظ أيضا وجد في هذه الأمة، فإن الأشاعرة يقولون في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، استولى، فزادوا اللام. نعم. زادوا اللام من عندهم، استوى قالوا استولى، فهذه زيادة تشبه زيادة النون عند اليهود في قولهم حنطة. فهذا تحريف لللفظ، وتحريف المعنى كثير. فسرون الوجه بالذات، واليد بالقدرة، والرحمة بالنعمة، والغضب بإرادة الانتقام، ويفسرون: وجاء ربك، جاء أمره، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة. ويفسرون كلام الله بأنه كلام الله في المعنى، وأما في اللفظ فهو كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، حكاية أو عبارة عن كلام الله. نعم. قال رحمه الله: وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما. وأما كلم الله، ربما أراد ذلك، كما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما. وأما لي الألسنة. نعم. تفضل شيخ. يقول رحمه الله إن لما ذكر عن اليهود أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، ذكر أن هذا قد يقع في هذه الأمة أيضا، فإنهم يحرفون كما حرفت اليهود، يحرفون كتاب الله كما حرفت اليهود. فإما أن يحرفوا اللفظ كما ذكرنا في كلمة استوى، قالوا استولى، أو يحرفون المعنى كما في كثير من آيات الصفات، يفسرونها بغير تفسيرها، فيقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل أمره، أو ملك من الملائكة، وجاء ربك، أي جاء أمره، أجاء أمر ربك، إلى غير ذلك من تفسيراتهم الباطلة. فهذا تحريف للمعنى، لأنهم لا يقدرون على تحريف اللفظ. وقد يحرفون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيروونها بروايات منكرة،
ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن توافق أهواءهم وتوافق مذاهبهم، وهذا كثير في كتبهم، لأنهم حملهم التعصب لمذاهبهم وأقوال شيوخهم إلى أن يروا الأحاديث بروايات منكرة لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى في القرآن، فإن منهم من حاول أحد القراء السبعة في أن يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بأن يقرأ لفظ الجلالة بالفتح وكلم الله موسى، فيكون موسى هو الفاعل ويكون الله جل وعلا هو المكلم، لأجل أن لا يثبت أن الله يتكلم، لأنهم ينفون صفة الكلام، كلا صفة الكلام عن الله جل وعلا، فيكون الذي كلم هو موسى، كلم الله. فقال له ذلك المقري هبني قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فماذا تقول في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فحينئذ انخصم الفاجر وانقطع. نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم. قال وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. الله جل وعلا ذكر عن اليهود قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا ينطبق على الوضاعين في هذه الأمة الذين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوافق مذهبهم، كما يذكر أن واحدا منهم لما ذكر الإمام الشافعي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس يكون أضر عليها من إبليس. نعم. قال وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. نعم، هذا كثير في القرآن لمن تدبره من أحوال اليهود وما ذكر الله عنهم، وذلك لأمرين: أولا للرد عليهم، الأول للرد على اليهود، وثانيا لتحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهم. ولكن مع هذا وقع بعض هذه الأمة فيما وقعت فيه اليهود من وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤيدوا بها مذاهبهم الباطلة، ولكن الله قيض للحديث حراسا وحفاظا يحرسونه من الدخيل ومن الكذب، ويدرسون الأسانيد ويدرسون المتون ويضعون الضوابط الدقيقة التي حالت بين هؤلاء وبين ما يريدون، فأصبحت أكاذيبهم معزولة وبائرة بأيديهم ولله الحمد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.